انا ريني 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 انا اخر نزل هاي دورفك الله راه يغدرك. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. عارف راسي تعطلت واخر مره حطيت فلوق دابا شي عام. مهم اليوم رجعت بواحد لو سوجي اللي هو زويوان، اللي هو ديال العيد ديال الاطلس. بزاف الناس كيحسب لهم بلي المغرب راه فيه غير الكلاب اللي كيعيشوا في الزنقه، لي باطاغ، ما كلاب اللي ما معروفش الاصل ديالهم شنو هو. مي ما عارفينش بلي راه كاينه واحد لاغاس اللي هي معترف بها عالميا، اللي هي الاصل ديالها من المغرب، من الجبال ديال الاطلس المتوسط اللي في المغرب. هذا الكلب هذا كيتسمى الايدي داطلس. هذا الكلب هذا كيتواجد في الاطلس المتوسط ديال المغرب، الكلب اللي كيتواجد في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في موريتانيا، ولكن المغرب كان هو اول بلاد اللي غادي يسجل هذا الكلب هذا في الاسم ديالو واللي معترف به عالميا. خليكم معنا نكتشفوا كي داير هذا الكلب، وشكون اللي كيربي هذا الكلب، وفين كيعيش هذا الكلب. معنا نضال، كيفاش كتشوفوا معنا نضال؟ ها هو انا. يلا كرينا هذا لابارتمون الوفد. ها هو الرماس. كيف كتشوفوا الدراري؟ حنا يلا دخلنا الحمد لله، وصلنا على خير. دابا نخرجوا نتعشاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا؟ ها هو نضال، ها هو معنا. بونسوار. معنا مولا وليدات. كيف كتعرفوا راه عنده مسؤوليات وعنده مسائل ديالو خاصه. راه سالت المدام دابا، راه هو كيدوي معاها. الوغ دابا نخرجوا نتعشاو ان شاء الله وندخلوا باش نرتاحوا ان شاء الله. وغدا ا 7 اور دو ماتان غتبدا لابوش. انا هو الفقيل اللي تسناو باراك. شوف الاخر وليت ناس تصبر ديالها في كازا ديال ليكسكيرسيون. قلبنا العيدي بكري. العيدي مشى هادي نخلف على هادشي الا السبرديله. اهم حاجه هي اللي نسيتها انت كي كتشوفوا معايا. المهم راك عارفين مدينه صغيره ازرو، ودرنا كلشي ساد دابا، وسيرتو الصباح ما لقينا حتى شي حاجه. مراد عيطنا لواحد الدري صاحبو كيعرفو كيبيع هادشي، حنا راه كنتسناو فيه دابا ينزل عندنا. عطينا داكشي غنلبسو ان شاء الله وغادي نديرو الديبار. مالك اسامي؟ مالك برجي هولندي تجبد من ازرو. هادشي يلاه قال لك البرجي هولندي ها هو تجبد من ازرو بريزي. هذا البوردر كولي، البوردر كولي تا هو تجبد من ازرو ياك سي سامي. بيان سور بيان سور، هادشي شي حاجه اللي هي بديهيه. سامي عجباتو هادي. شوف ما يهمش اللون، الرجله في القلب ياك. هادشي الوغ فوالا. من بعد ساعه ونص السي ميديا هي وصلت للسبرديله من افران. كي جاك داك شامدي؟ لا ناض هو هذاك. تبارك الله عليك استاذ. الله يعاونكم. سي ميدي بالصحة والراحة. بالصحة. انا ها هي 250 درهم. لا غلا على مسكين. السلام عليكم. طالبين تسليم. طالبين تسليم. دونك السي ميدي دابا اش غتعطي لهاد لوشين؟ دابا غادي نعطيو لو افيكتو. هذا سيت اونتي بارازيتور اكسترن، هو اللي قال لينا يقدر يكوبرينا هاد لي شيان 3 موا، حتى الى زعما ما رجعناش ديسي 2 موا ولا 3 موا كيبقاو مكوبرين بعدا من لي بوس من لي تي. احنا دابا في تيم حضيت 30 كيلومتر دو ازرو. تلاقينا مع لي نوماد، راه شي حاجه سميتها العيد ديال الدراري راه ما بقاتش. انا باش نكون واقعيين وما عندنا ما نخبيو، ما عندنا ما نخبيو عليكم. هادشي اللي هذا هو الواقع المالي. الاسوسياسيون كيدوز سباب ديال الفلوس. ما كاينش شي حاجه سميتها العيد ديال الاطلس راه ما بقاتش. راه ولو غير لك راه الكلب من هنا مات بالجوع. قتلوا الطوموبيلات في الطرقان، ماليه اللي غيتهلاو فيه، ما عندهم حتى ما ياكلوا هما. يعني هاد لاراسا ديال الدراري راه تهمشات. وبالنسبه لي انا مقارداش، قلت لكم الصح، حنا كندورو في الشموشات دابا، كنتلاقاو بلي نوماد عندهم غير لي باطار. ما الا لقيتي شي واحد اللي فيه شويه الضو كتلقاه مخلط، ما كتلقاش لاغاس بو. هذاك اللي شفتو من لهيه راه وديناتهم مقطعين. نورمالمون هادوك كيقطعوا لهم وديناتهم، سي ان تخوك كلاسيك هنايا في الجبل.
فاش كيضرب مع الشكال اولا مع الديب ما كيتوعش، ما كيبقاش الشكال منين يشدو. دونك هادو تقاليد ديال هاد الناس وهادو معتقدات ديال هاد الناس. هاد لو بيرجي راه ولد منطقه وكيقول باللي عنده دي فغي عيدي في الدار. حنا غادي دابا غادي ناكومبانيو سامي اكبر غسال يشدو. شوفوا اللي تلاقى معاه شي زنقه كيخرج هاي يطلق عليكم داك السحور ديالو. حنا راه عايقين به ما كيصور منا والو، ولكن راه والله واش ديك شي زنقه ما كتخرجش يطلق عليك السم عادي. داك الشويه ديال يطلق عليك السحور ديالو كنحسبك صديق ساعه 30 ريال اللي في جيبك تعطيه لي. ها كنقرا السماوي داكشي عندك في ليجين كاركتير ساعه المكانه. وحنا غاديين ندمنا بيني وبينك انا ندمت. شنو سميت هاد البلاصه اللي حنا فيها استاذ؟ ايت عيسى. حنا دابا في ايت عيسى في النواحي ديال تي محضيت. كان كيحسب لينا السيد ما عارفش، مي افكتيفمون لقينا عنده ان تري بو سوجي نوار اي فو. راه هو الفوق الثاني راه هو مورا الصخره هذاك ولي زوين. في الشتا كيكون فيه لون واحد، ما كيكونش بحال هكذاك مكرفس. هذا الشمس صفراتو صح، ماشي صفراتو، هذا كيتسمى بوال موف. هذاك الشعر كيحيدو دابا اللي بدلوه كيبدل هذاك الشعر ديال الصيف كيلوحو، ديال البرد كيلوحو وكيطلع دابا ديال الصيف. يلا سير حسين الله يعاونك، واي واحد جا الازرون نصيفطو لك ان شاء الله. الله يحفظك طريق سلامه. يلا الدار كبيره الله يعاونك. فوالا حنا دابا حدا ضايد سيدي علي، لقينا ان تري بو سوجي مي شارف كبير في العمر غزال مي كبير في العمر. ان تري بو سوجي هذا، ان تري بو سوجي هذا. هادشي علاش كنقلبو انا ومراد. يلا خرجنا من حدا الضايه وحنا جايين في الطريق هادي، ولقينا هاد الخيام كيف كتشوفوا كا هما الخيام ديال الناس. اي لفت الانتباه ديالنا هاد الكلب اللي مربوط هنا. انا رينا انا اخر ناس يمو اتاكي غزال تبارك الله. هذا دي فغي عيدي داتلاس. هذا سي ان تري بو سوجي. تا هو يا باقي صغير. حنا دابا في الطريق ديال بقرين، حنا وقفنا هنايا باش نتغداو وتلاقينا مع الحاج. ها هو كان غير دايز وتلاقى بينا، قالنا شنو خاصكم وهادي، وقالنا بلي راه عنده شي كليبات ديال العيدي نقدروا نطلعوا نشوفوهم معاه فوق في الدار. الدار كبيره سي الحاج. لا كبيره الله يحفظك الله يحفظك. كانين بيت
بيت. انا سي مراد انونسيون باسيوني ديال العيدي اللي رباه من الناس الاولين اللي رباو. فاش كان لو ستاندارد لاغاس نخلي لكم لا فوتو ديال 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 لو شين ديالو باش تشوفوه. اللي كان عنده كانت عنده 14 مات في 2014. عاش بزاف ديال الاحداث مع هذا الكلب هذا. كيفاش كان كيفاش شحال كان كيشوفوه من مره في النهار وكيفاش تدهورات الحاله ديالو. وهو يقدر يعاود لينا على هاد لو شين هذا اكثر. تقدر تقول لنا علاش هاد العيدي هذا ما بقيناش كنلقاوه كيف ما قلتي لينا انت اليوم؟ راه ما بقاش كيف ما شحال هذيك ما بقيتيش كتلقى الكلاب ديال العيدي لي فغي كيف ما شحال هادي. شنو هو السبب الرئيسي اللي خلانا وصلنا لهاد الحاله هادي؟ السبب الرئيسي اللي خلى هاد الكلب ماشي في طريق الانقراض هو عدم العنايه ديال به ولا عدم الاهتمام به. لا من ناحيه الناس اللي تربيوه ما تعطيوش قيمه ومن ناحيه الدوله ما عطياش قيمه. هضرنا على الناس اللي تربيوه نقدروا نلقاو عندهم اعذار ولكن الدوله ما نقدروش نلقاو عندها الاعذار. هذا الرحال هما ناس بسطاء يعني ما عندهمش تيكونوا ناس فقراء بزاف. يعني الا مشيتي باش تشوف شحال تيربي من الكلب كتلقى عنده واحد جوج ولكن هذوك واحد جوج بالدراع باش تيربيهم لحقاش ما عندوش لي مويان باش يوكلهم. والله تيجمع باش يصرف على عائلته على راسو على الكسبه ديالو على باش يفكر انه يزيد عليه واحد الميزانيه اخرى انه باش يصرف على الكلاب كتجي صعيبه وقاصحه بزاف. الحل الوحيد هو انه تسمح فيهم تلفون سيغتو لي فيميل هذوك لا نقاش عليهم هذوك نتاوي ضروري تلوحوهم كيتلاحو هما اهم حاجه زعما في لو برودكسيون كيلوحوهم. كيف تتولدوا تلوحوهم هادشي علاش اليوم ملي درنا لقينا اغلبيه ديال الكلاب اللي هما كلهم سلاله نقيه لقيناهم كلهم ذكور ودابا راه ما بقاوش يتلقاو حتى دابا حتى هاد لي نوماد راه رجعوا تيبغيو دابا هادشي عند الثلاث ما بقاوش يلقاوهم. يلا فهموا ان هذاك الكلب راه اكسبسيونيل راه ماشي كلب عادي فعلا فهموا عاد فهموا ملي ربوا الكلب العادي فهموا ان هذاك الكلب اللي كان عندهم واخا كان كينزل الثلج واخا كان كيخرج الديب هذاك الكلب ما كانش كيخرج. لا كان هو اللي كان تيصلح لهم الحراسه اللي كان هذا لانه كان هو اصلا كوستو يعني صحيح وكان كان مصوف بزاف يعني تيريزيست البرد في الثلج ما تيدخلش بحال هو الكوارا يتخبى من الثلج تينعس في الثلج يعني تيحضي مزيان ما تيتخباش. الكلاب العاديين راه تيتخبعوا تيدخلوا ما تيشوف والو يعني الا جا الديب الا جات شي حاجه ما تيشوفهاش. هو لا تيبقى برا نيس حاضي ما تيبقى نيس ناعس في الثلج وخا دير له البيس ديالو شي حاجه لا ما يدخلش. سي مراد باش تقدر تفسر ليا هذوك لي زانونس اللي قلبت انا وياك في الانترنيت وحنا نلقاهم في فرنسا وفي المان ديال الكلاب العيدي اللي هما كيف ما كتقول نتايا هذيك هي السلاله الحقيقيه القديمه اللي كانت لقيناهم كيتباعوا في لي سيت ب 1000 اورو ب 900 ديال الاورو ب 1200 حتى ل 1500 ديال الاورو. باش كتفسر الظاهر؟ في عهد الاستعمار كانوا هنا الناس كانوا تيسرقوا كاين اللي كان تيبيعوا كاين اللي كان تيهربوا كاين هذا لكن الفرنسيين اللي كانوا تيقوموا بالتهريب ديالو وهذاك الشيء هما كانوا تيديروا عليهم دراسات يعني كانوا تيعرفوا كيفاش يربيوه ما كانوش تيديروا مساله الجين تيخليو شي ان ثلاث بلاص في لا ما تيلاقاهم جوج ماشي بحال هنايا غير كيتزوج بيناتهم غير تيتزوج بيناتهم يعني عادي يقدر. اللي فهمت انا من هذه المساله اخويا مراد ان هذوك الناس ملي شافوه عرفوا ان هذا كلب اللي هو طبيعي كلب اللي هو كيقوم بالمهام ديالو كحارس على اكمل وجه. عرفوا ان هذاك الكلب راه ما كاينش في بلاصه اخرى من غير هذه البلاد ديالنا وعرفوا بلي هذاك الكلب يقدر الى تموديفا ولا يلقى واحد الرعايه تلقى واحد الرعايه بلوتو وتهليا وزعما وتوفروا ليه دي كونديسيون سانيتير مزيانين غادي يكون واحد الكلب اللي هو كيسوى بزاف ديال الفلوس. سي هادشي اللي قلتي كله بصح. وسي مراد بغيت نسولك وشنو كيبان لك دابا انت الحل لهاد المعضله لهاد الكارثه هادي اللي حنا فيها؟ حيت دابا كنشوف انا باللي هذا راه واحد التراث اللي هو وطني. اللي حنا دابا كنضيعوا في واحد الكلب اللي هو من كلب ديال البلاد. هذا كلب كيمثل الاطلس هذا تراث وطني. يعني شنو بان لك الحل وشنو بان لك الدوله اولا الناس المولوعين اولا الجمعيات شنو هما الحوايج اللي يقدروا يديروا باش يزيدوا عتقوا الموقف الا كان في هذا الموقف مازال ما يتعتق؟
لا هو باقي الحال يعني باش يتعتقد هذا راه باقي الحال يعني الا كانت شي حاجه تكون خاصها تكون دابا غير يعني ما بقاش الوقت فين نبقاو نفكروا شنو يدار ولا هذا وصلنا الوقت اللي خاصنا نديرو. الحل هو الدولة خاصها اول حاجه هي الدولة خاصها تهتم بهذا التراث هذا تبعيا بان هذاك الكلاب راه ما كاينش في منطقه اخرى هذاك المنطقة اختاره الله انه يكون هنا في الاطلس خصو يبقى هنا في الاطلس الا مشى لكم هذاك الكلب راه ما عمركم غادي تلقاو في حالو هو اللي صلاح لهنا الاطلس هو اللي تيصبر البرد هو اللي تيصبر لهنا الحراره كتوصل حتى ناقص 16 ناقص 20 يعني شكون الكلب غادي ما غاديش يريسيستو هذا البروده هذه دونك هذاك هو اللي غادي يصلح لهم دونك سي مراد من هذه الهضره ديالك شنو الى استمرت الى استمر الحال على ما هو عليه الى استمرت الحال يعني الاولاد ديالنا والاحفاد ديالنا ما غاديش يشوفوا هذا الكلب مستقبلا ما غير يسمعوا به دونك يعني حتى شتي النهار كامل خرجناه يلا شفنا شي اربعه ولا اربعه في عمرهم 10 سنين وكلهم كبار يعني هذوك الصغار ما كاينينش الصغار كلهم مخلطين يعني ما كاينش الجينيراسيون اللي غادي تجي لقدام ما كايناش